السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكمل طبيعي أنصح بيه بيساعد على النوم العميق وبيخلصنا من الاكتئاب. إيه أفضل ما يساعد على النوم؟ التريبتوفان ولا الميلاتونين؟ ناس كتير بتناول الميلاتونين عشان بيساعدهم على النوم العميق لفترات طويلة، بس ده غير مفضل لأن تعاطي الهرمون ده لفترة طويلة بيؤدي لتوقف مستقبلات الغدة الصنوبرية، وده هيخلينا ناخد كمية أكبر عشان يدي مفعول زي أول مرة، وده الحال لهرمون الهرمون ده وأي هرمون تاني هناخده. عشان كده ما لا ينصح أبدا بتعاطي الميلاتونين بغرض النوم، بس بينصح بالتريبتوفان لأنه أحد الأحماض الأمينية اللي بيتحول لـ HTP5 هيدروكسي تريبتوفان اللي بيتحول لسيريتونين، وده أحد النواقل العصبية اللي بتشبه الهرمونات في الجسم. السيريتونين يعتبر مسؤول عن تعزيز مزاجنا وشعورنا بالسعادة وإن إحنا نشتهي الكربوهيدرات، وكمان بيتمتع بمفعول إن هو مضاد للإكتئاب. يتحول السيريتونين لميلاتونين، ده بيحفز عندنا النوم، والميلاتونين ده بينشط في الظلام. عشان كده بننصح بالتريبتوفان عن الميلاتونين. التريبتوفان ليه فوائد كتيرة، منها عدم وجود أثار جانبية، تقريبا ملوش خالص أي أثار جانبية ذكرت، وكمان مضاد للإكتئاب وليه خصائص مضادة للقلق والتوتر، وبيساعد على النوم لفترات طويلة بدون توتر. في ملحوظة كده بخصوص اللي بياخدوا أدوية للعلاج النفسي، لازم يستشيروا طبيب قبل ما ياخدوا التريبتوفان عشان يكون أكتر أمان ويتجنب أي مشكلة زي زيادة السيروتونين في الجسم اللي هي أساساً مشكلة متلازمة لوحدها بتحتوي على عدة أعراض. علشان كده في حالة تعاطي أي أدوية للعلاج النفسي ما ينفعش إن إحنا نتناول التريبتوفان أو الميلاتونين من غير استشارة الدكتور. في ملحوظة تانية خاصة بالتريبتوفان، 90% من إجمالي السيروتونين في الجسم بينتجها البكتيريا الحميدة، واتكلمنا مؤخرا عن مفعول البروبيوتيك اللي هو البكتيريا الحميدة في تعزيز السيروتونين، فلازم استشارة الدكتور عشان الأمر يكون آمن ونتجنب المفاجآت أو إن إحنا ناخده كعنصر إضافي ممكن يؤدي لاختلال التوازن في الجسم عندنا. ومن الأخطاء اللي بيقع فيها البعض إن هم لما بياخدوا التريبتوفان المعروف بالتريبتوفين بنلاقيه إن هو بينافس غيره من الأحماض الأمينية، عشان كده تعطيه بالتزامن مع غيره من البروتينات هيبقى بدون جدوى. لابد إن هو يكون على معدة فارغة، وبرضو لو هنحصل عليه من الأكل ما يضمنش إن إحنا نحصل عليه منفرد عشان هيكون فيه خليط مع غيره من الأحماض الأمينية، ده اللي هيعوق عبوره للحجاز الدموي الدماغي وإن هو يقدم أي فايدة. ممكن حد يسأل عن لحم الديك الرومي إن هو بيحتوي على التريبتوفان بنسبة كبيرة اللي هو بيساعد على النوم، هنقول إن ده غير صحيح لأن شعور التعب اللي بيحصل بعد أكله خاصة في الأعياد بيكون بسبب أكله مع كربوهيدرات، واجتماع الكربوهيدرات مع البروتينات بيحفز الأنسولين اللي بيؤدي للشعور بالتعب. ده يعتبر الخلاصة المتعلقة بالتريبتوفان والميلاتونين. شكرا على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.